أمراض القلب في الحقيقة هي واحدة من أهم الأسباب الرئيسية للوفاة المفاجئة حول العالم. بيسموها سايلنت كيلر أو القاتل الصامت. علشان كده تم إطلاق مبادرة جديدة اسمها قلبك أمانة. هذه المبادرة خصصت للاكتشاف المبكر لكافة أمراض القلب. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر على أهمية هذه المبادرة، إزاي نقدم فيها، إزاي الواحد يكشف على قلبه مبكرا. بصحبتنا الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صباح الخير عليك يا دكتور عوض. ازيك يا استاذ مصطفى؟ صباح الخير استاذه جمانه. اهلا بحضرتك يا فندم. طيب هو طبعا القلب يعني عضو مهم جدا، انما طبعا كل الجسم، كل اعضاء الجسم اعضاء مهمه جدا. فلكن النهارده احنا بنتكلم على القلب كامانه، او ازاي نكتشف مبكر. وهي دي النقطة يا فندم، فكرة الكشف المبكر عن أمراض القلب يمكن احنا بالنسبة لنا مش حاجة احنا متعارفة يعني عندنا بالنسبة لنا في المجتمع المصري. ايوه فندم. أهمية يا فندم هذه المبادرة. طب تعليقا على كلمة حضرتك بتاعك مش متعارف عنها، هي حضرتك احنا بعد ما تخلصنا في مصر من أمراض كثيرة جدا مزمنة كان بتؤثر على حياة وصحة الإنسان المصري، وطبعا أشهرها القضاء على فيروس سي. ملايين من المصريين كان بيحصلهم تداعيات من هذا. بدأنا نتجه دلوقتي إلى التركيز بشدة، وده برضو كان موجود في حاجات كتير جدا. خلي بال حضرتك يا أستاذ جمانة، اللقاحات والتطعيمات الإجبارية التي تعطى للأطفال والكبار هي جزء من الوقاية. يعني قصة ازاي نهتم بالوقاية التي تغني عن العلاج. انا مش هقول خير من العلاج. فالنهاردة سيادتك القلب الحقيقة يعني مثلا مبادرة 100 مليون صحة عندما اتجهت الى كشف عن كثير من الامراض مثل الضغط والسكر والاورام المبكرة، كل دي تداعيات بتؤثر على القلب. صحيح زي ما الاستاذ مصطفى قال، القلب لو حصل سكتة قلبية أو توقف مفاجئ للقلب، لكن ما هو ده كمان بيحصل نتيجة لأمراض أخرى. فالنهاردة احنا بنكتشف عن القلب مبكرا والأسباب التي قد تؤدي إلى أمراض القلب. يعني ارتفاع ضغط القلب ضغط الدم المستمر بدون علاج أو بدون إنسان ما يعرفش، هو أيضا يؤدي إلى تداعيات على القلب. السكر نفس الشيء، الضغط والسكر وأمراض القلب تؤدي إلى مشاكل في الكلى. فالنهاردة احنا بناخد مجموعة من المبادرات التي تؤدي إلى الاكتشاف المبكر لكثير من الأمراض التي تمنع حدوث مضاعفات أو مشاكل لهذه الأمراض، منها مبادرة القلب. فالنهاردة العيان لما بيجي يكشف ويشوف ضغط الدم كام وياخد أدوية تسيطر على ارتفاع ضغط الدم، يعالج السكر، حتى أمراض الرئة نفس الشيء بتنعكس على القلب، لأن الرئة هي اللي بتدي أكسجين للجسم كله. صحيح. وبتدي أكسجين للقلب. صحيح. طب دكتور عوض، يعني لو اتكلمنا مجتمعيا في مصر، ما هي أسباب زيادة حالات الإصابة بأمراض القلب؟ هل هناك عادات معينة عند المصريين؟ هل هناك يعني أشياء معينة المصريين بيعملوها بتؤدي لهذه الأمراض؟ والله سيادتك ليك حق. من ضمن الأسباب زي ما قلت لك سببين رئيسيين هو ارتفاع ضغط الدم والسكر. الحاجة الثانية بقى المهمة جدا هي السمنة، يعني الوزن الزيادة وما قد يسحبه من ارتفاع بنسب الكوليسترول ودهنيات الدم سبب من الأسباب. الحاجة الثانية سيادتك المهمة أخرى هي بصراحة راحة البال، الانكزايتي، التوتر. خدت بال سيادتك؟ يعني كنت بقول لهم يعني النهارده لما مثلا الطرق وسعت وبقى في نوع من انسياب في المرور، دي قللت جدا التوتر والعصبيه التي قد تؤدي الى ضغط الدم او قد تؤدي الى مشاكل في القلب. ثم بقى الحاجه المهمه جدا جدا التي تنعكس على امراض القلب وامراض الرئه اللي هي التدخين. عادة التدخين منتشرة جدا. طبعا احنا في مصر فينا نسب تدخين عالية جدا بين الرجال، وايضا في نسب بين السيدات
بس نسب التدخين في السيدات في مصر من أقل النسب في العالم، لكن التدخين عامل مهم جدا يؤثر على أمراض القلب وعلى الرئة كمان، الرئتين وأجزاء أخرى من الجسم. فكل دي سيادتك سلوكيات أو أسباب قد تؤدي إلى زيادة أمراض القلب. طيب دكتور عوض، يمكن حضرتك تحدثت عن الأسباب بشكل عام، لكن إحنا مؤخرا للأسف بقينا بنشوف حالات وفاة كتير بين الشباب نتيجة الإصابة بجلطات القلب أو سكتات قلبية. زي ما قلت لحضرتك هي دي أسباب المقدمة، هي نفس الأسباب إلا لو حصل انفعال شديد حاد قد يؤدي إلى هذا. إنما الواحد لما بيروح يكشف ويتأكد إن مفيش عوامل أخرى قد تؤدي إلى هذه الأمراض ويتم السيطرة عليها بتقلل جدا. بس في علامات مبدئية يا فندم، يعني في علامات مبدئية. وما تنسيش حضرتك إن يعني سن بدء التدخين تغير جدا في مصر. يعني كثيرا جدا من الأعمار الشابة جدا بتشرب سجاير، بتدخن شيشة، كل دي عوامل قد تؤدي إلى مشاكل في القلب. فدي كلها أسباب. طبعا الكشف المبكر بيغني عن حدوث إن شاء الله أعراض حادة، وفي نفس الوقت بيسيطر على الأمراض المصاحبة التي قد تؤدي إلى هذه الحالات. المواطن يعمل إيه يا دكتور عوض؟ يروح يكشف فين؟ يقدم إزاي؟ سيادتك في مراكز، يعني المبادرات المستمرة للكشف المبكر على الأمراض مهمة جدا. منطق أو فكر للتشيك أب مفروض يبقى موجود عندنا، إن أنا مثلا كل 6 شهور أو كل سنة أعمل مجموعة من أعمل أشعة الصدر، أعمل رسم قلب، أعمل دهنيات الدم، أعمل صورة دم كاملة، أعمل تحليل بول، أتأكد إن ما عنديش سكر. كل دي عوامل مهمة جدا. والحاجة التانية من المهمة كمان ويجب نعمل عليها ستريس جامد، لو حد عنده تكرارية لحصول هذه الأزمات في العيلة مفروض يسعى إلى الكشف المبكر عن هذه الأمراض. طيب دكتور عوض، هل في خلينا نقول علامات مبدئية أو أي علامة لو حد حس بيها المفروض يتجه إنه يكشف، يعني يتأكد ويطمن على نفسه زي ما حضرتك قلت الكشف المبكر أو التشيك أب؟ الكشف المبكر مهم جدا، إنما علامات مبكرة لو واحد مثلا، وزي ما قلت لحضرتك هي مشكلة عندنا السمنة، فساعات ناس بتقول أنا بنهج أو نفسي مش مستريح نتيجة للسمنة، لكن لو وجود نهجان أو صعوبة في التنفس ده مؤشر يحتاج إن احنا نكشف. لو موجود ألم في الصدر ده في حاجة إن احنا نكشف. حتى لو ما طلعش حاجة من الأفضل كثيرا إنه ما يطلعش حاجة، أحسن بيبقى في حاجة موجودة وإحنا مش عارفين. دكتور عوض، دي مهمة جدا. وزي ما قلت لحضرتك برضو المدخنين فئة من الفئات اللي يجب يعمل تشيك اب مستمر، اللي هي بنسميها ريسك جروب، المجموعات اللي عندها احتمالية اكثر بحدوث هذه الامراض. الاحصائيات بتقول ان امراض القلب بتتسبب في وفاة حوالي 18 مليون شخص حول العالم في كل سنة. هل الاسباب متفاوتة متقاربة؟ هل الشرق الاوسط ليه اسباب مختلفة عن المحيط العالمي؟ التحليل حضرتك لهذا الرقم ايه؟ هو في 10 امراض رصدت عالميا بنسميها العشر امراض الاولى في نسب الوفيات من العالم. من ضمنها امراض القلب وتداعياتها اللي هي الاوعيه الدمويه. من ضمنها امراض اللي بتصيب المخ، وعلى فكره نفس العوامل اللي قد تؤدي الى ازمات في المخ او جلطات في المخ او نزيف في المخ هي برضه ارتفاع ضغط الدم والسكر والاسباب الاخرى. في 4 اسباب من الاسباب دول 10 في الرئه، منهم السده الرئويه المزمنه او انسداد الشعب الهوائي المزمن الذي ينتج عن التدخين وتلوث البيئه. الحاجه الثانيه التهابات الجهاز التنفسي. الحاجه الثالثه سرطان الرئه، وايضا سرطان الرئه من ضمن السرطانات المؤكد من ضمن اسبابها الرئيسيه هو التدخين وتلوث البيئه ايضا.
فإذا في 10 أسباب معروفة وكلها بتدور في نفس الفلك، يعني المسببات أو الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى هذه الأمراض هي تقريبا متشابهة. زي ما قلت لحضرتك، السمنة، التدخين، ارتفاع ضغط الدم، السكر، والضغط النفسي أو العصبي. طيب دكتور عوض، حضرتك تحدثت عن مبادرات عديدة الحقيقة يعني عملت عليها الدولة المصرية، من ضمنها هذه المبادرة، مبادرة الكشف المبكر عن أمراض القلب. بس ده كان بيتطلب مننا أن احنا نحسن خدمة الرعاية الصحية في مصر والقطاع الطبي في مصر، ونتكلم تحديدا عن الكشف المبكر عن أمراض القلب. عايز أعرف من حضرتك، هل احنا بالفعل عندنا أجهزة تشخيصية حديثة ومتطورة لاكتشاف أمراض القلب؟ شوف حضرتك، كل مراكز الصحة سواء اللي بيطبق فيها دلوقتي التأمين الصحي الشامل الذي سوف ينتشر تدريجيا، يعني هو دلوقتي في 3 محافظات وثلاث محافظات تجريبي، وفي محافظتين هيبدأوا سنة 2023-2024، مراكز وزارة الصحة، مراكز المستشفيات العامة والحكومية والمستشفيات الجامعية، فيها مراكز متميزة جدا وفيها إمكانيات كثيرة للكشف المبكر. وحدات طب الأسرة اللي موجودة فعلا واللي بدأ تطويرها هيكون فيها هذه المراكز للكشف المبكر عن الأمراض بما فيها أمراض القلب. يعني احنا فيما يتعلق بعمليات القسطرة وفيما يتعلق بالدور الخاصة بالكشف المبكر، احنا عندنا ما يؤهلنا لده يا فندم على كل مستوى المحافظات المصرية؟ ما فيش محافظة سيادتك ما فيهاش مركز ممكن اللجوء إليه لعمل هذه التجارب، وما فيش محافظة ما فيهاش جامعة، يعني من أول أسوان إلى سوهاج، المنيا، كل محافظات مصر سواء في الوجه القبلي أو الوجه البحري، القاهرة في معهد القلب القومي، في المستشفيات الجامعية كلها مؤهلة لذلك، في كثير من المراكز والمستشفيات التي قد تستطيع أن تقوم بهذه الخدمات. دكتور عوض، عشان نوضح للسادة المشاهدين ونؤكد مرة تانية، هذه المبادرة معنية بالكشف المبكر عن أمراض القلب، ولو لا قدر الله في أي مشكلة، إن كانت مشكلة علاجية تعالج بالأدوية أو لا قدر الله احتاجت قسطرة أو أي عملية جراحية، المبادرة تتكفل بهذه بكل طرق العلاج، مظبوط يا فندم؟ بالظبط يا فندم. وفي مبادرة تانية مماثلة مهمة جدا، صحة الرئة. مفيش محافظة في مصر ما فيهاش مستشفى كبيرة للجهاز التنفسي أو الرئتين، اللي هي مستشفيات الصدر المنتشرة في جميع محافظات مصر. طبعا نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد عوض، تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. نشكرك يا فندم على كل هذه الإيضاحات.